حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم اللقاء مع سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2023. وأكد سعادة وزير الشؤون القانونية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي أهمية قصوى للبنية التشريعية للوصول بها لأفضل الممارسات العالمية، منوها بأهمية استمرار التواصل والتشاور والتعاون بين وزارة الشؤون القانونية وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج على مستوى البنية والمنظومة التشريعية والقانونية. كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة والاطلاع عن كثب على دور وزارة الشؤون القانونية في متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والتعرف على سياسة التشريعات الجديدة.